بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بعد أن توكلنا على الله وبتوجيه من السيد معالي وزير الموارد المائية بتنفيذ منشأ سايفون تقاطع مبزل الغراف الكبير أو ما يسمى بالمبزل الهولندي مع نهر الجهاد بالكيلو تقريبا 45 من نهر الجهاد، بدينا للسايفون المنفذ منذ عام 1994 حيث بلغت نسبة الإنجاز 95% من أعمال الكونكريت و 70% من الأعمال الترابية. هذا السايفون تعرض بالفترة الأخيرة إلى انهيار وانسداد مما أدى إلى رجوع المياه داخل مبزل الغراف الكبير وتهديد نهر الجهاد بالانهيار. حقيقة المبزل الغراف الكبير يعبر تصريف 22 متر مكعب بالثانية من مياه المبازل، مبزل المزاق ومبزل الحسينية ومبزل أحوار الرئيسي. أما نهر الجهاد فيعبر تصريف 45 متر مكعب من المياه السقي إلى داخل حدود محافظة القادسية. طول نهر الجهاد داخل حدود محافظة القادسية بحدود 115 كيلومتر. نهر الجهاد يسقي بحدود 150 ألف دونم من الأراضي الزراعية بتوجيه من السيد معالي وزير الموارد المائية بتصميم وتنفيذ هذا المنشأ الضخم والمهم والحيوي. باشرت الكوادر الهيئة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل بكوادرها الفنية والآليات التخصصية بالمباشرة بتاريخ 13/6 بالأعمال الترابية وصولا إلى المناسيب التصميمية بحدود 50 ألف متر مكعب، وكذلك بأعمال الكونكريت. المنشأ متكون من 3 فتحات من الخرسانة المسلحة وطول إجمالي بحدود 100 متر طول. الكمية الكونكريت 1020 متر مكعب من الخرسانة المسلحة C30 وبحدود 150 طن حديد تسليح. إن شاء الله وبالأوقات القادمة وضمن برنامج تقدم العمل وبالفترة المحددة سنقوم بإنجاز هذا العمل. رئيس مهندسين أقدم باسم سلمان حميد، مديرية صيانة مشاريع واسط.